ناخذ شوية في فضائل القرآن بما أن احنا نتناول حصة تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عظيم ياسر رواه سيدنا عثمان يقول قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخيرية. الخيرية هذه حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ قال خيركم، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم، فقدم من تعلم القرآن، فهنيئا. الخيرية حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث ثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. بلغوا فيها تكليف، فيها تكليف. بلغوا عني هذه قالوا فيها تشريف، فيها تشريف، فأنت تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، قالوا هذا من باب التخفيف، ولو آية، بمعنى وقت اللي تتعلم الآية، وإلا آيتين وإلا ثلاثة، علمها لخوك، علمها لبنتك، علمها لزوجتك. هكا أفضل شيء، أفضل شيء تلاوة القرآن، وأفضل البر أنه يكون ابنك يحفظ شيء من القرآن الكريم. علاش؟ قال: من كان له ابن أو بنت تحفظ القرآن الكريم ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه، أي نوره، أفضل من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. المقياس نتاعنا في الدنيا أفضل شيء نور الشمس. قال لك ألبس والداه يوم القيامة، اللي عنده ولد وإلا بنت تحفظ القرآن، كما ذكر الشيخ خميس في الخطبة نتاعه، وقال كما يحرص الإنسان على أنه ابنه باش يتفوق ويراجع معاه. حتى بعض الأولياء المحفوظات كل حفظوها مع أولادهم، نهار كل يعاودوا حفظوا المحفوظات، بلمشوا عدوهم في بلاصة ما شاء الله. الحرص هذا كان يكون زاد على القرآن الكريم، ينفع في الدنيا وفي الآخرة. فليعلم ابن القرآن وإلا بنت القرآن البر في الدنيا وأيضا في الآخرة. في الآخرة قال لك ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه نوره أفضل من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. حتى يقول: فما ظنكم بالنجل عند جزائه، حافظ القرآن، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. اللي جاء ويتعلم في القرآن مش بإرادته وإلا بمشيئته هو، وإنما الذي اصطفاه وأتى به إلى هنا هو الله. كان تخرج بها الفائدة هذه ما شاء الله، ما تقولش أنا بإرادتي، ربي هو اللي جابك هنا باش تتعلم آية. الاختيار إلهي. ألم تقرأوا في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الاختيار والاصطفاء إلهي. رد بالك تقول بإرادتي ولا بمشيئتي، ربي هو اللي دلك، الله هو الذي ألهمك وأتى بك إلى بيت من بيوته حتى تتعلم آية. كم من آية خذيناها احنا؟ 10 آيات، انظروا فيها كم فيها من حرف. الحرف بعشر حسنات، واحسب انت كم من حرف في ساعة، كم من حسنات اكتسبها الإنسان. ربما في أماكن أخرى ما يكتسبش الحسنات هذه، كيف يصلي ويخرج يمشي يقف قدام الجامع نصف ساعة أحيانا. وكنا نخوض مع الخائضين، نسأل الله لا نكون من هذا الصنف. ما هو هكا حالنا ولا في الدرس ما يقعدش، في الإملاء ما يقعدش، أما كيف يخرج قدام الجامع نصف ساعة هو واقف قدام الجامع، شو يعمل؟ يتكلم. وكنا نخوض مع الخائضين، رد بالك وقت اللي يلقى لما يمشي يمد وذيه ويحكي: يا ولدي يجي للجامع تعلم آية أفضل، اسمع محاضرة، اسمع ما ينفعك ويعود عليك بالنفع، والملائكة تستغفر لك، بدل ما أنك تقف معناتها بنصف ساعة ولا ساعة كاملة وأنت قدام الجامع ضيع في وقتك.
فقال لك ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالنجل عند جزائه. النجل هو حافظ القرآن. أولئك أهل الله والصفوة الملاء. كل إنسان فيكم أتى هنا حتى يستمع له الأجر. قال حتى ما قريتش ونسمع، نعم لك الأجر، ولك بكل حرف 10 حسنات. يوم يفر، أو الآخرة العملة فيها حسنات، كي تحب تفهم الموقف فيها اقرأ يوم يفر المرء من أخيه. متى هذا؟ يوم القيامة، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. علاش؟ قال لكل امرئ منهم يوم القيامة شأن يغني. جيبوك تقول له حسنة ناقصتني مش ندخل الجنة، ما يعطيش هالك، لأن الكل يشتكي من قلة الحسنات، وحين تكون عنا فرصة ضيعوها. فأفضل شيء أن تقرأ القرآن وتفهم ما جاء فيه وتطبق. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظه وعلى تدبره وعلى الحسن بما جاء فيه والعمل بما جاء فيه. اكتفي بهذا القدر. نذكركم إن شاء الله المسابقة السنوية، ما شاء الله يعني حمام الشط أصبحت قبلة للحفاظ. الحفاظ يأتون إليها من كل مكان، فضل عظيم المنطقة هذه. إن شاء الله حيكون عندنا الأسبوع القادم التصفيات نتاع المسابقة السنوية في دورتها كم؟ 9. 9 دورات ومرت عندكم هنا، يعني تستقبلوا الحفظة من كل مكان. هنيئا. لحد القادم حيكون عندنا 118 حافظ للقرآن الكريم من كامل تراب الجمهورية. يجيوا هنا اختبار، هذا يأهلهم إلى الدور النهائي. ما هو ثم تونس لهين في كأس العرب، احنا لهين في القرآن. قلنا نختم السنة الإدارية بالقرآن، ونبدأ السنة الجديدة الميلادية بالقرآن الكريم. فحيكون الدور النهائي يوم 31 ديسمبر و1 و2 جانفي. نختمها السنة الميلادية هذه بالقرآن الكريم، ونبدأ سنة ميلادية جديدة بالقرآن الكريم، لعل ربي يغير من أحوالنا. فإن شاء الله الأسبوع القادم حيكون عندنا تصفيات، هذه باش تأهل الحفظة إلى الدور النهائي اللي باش يكون 31 و1 و2 جانفي في المنطقة هذه اللي أصبحت قبلة إلى الحفاظ بفضل الله تعالى وبفضل جهدكم وتشجيعكم للقرآن الكريم. فهنيئا لكم. كل إنسان تشجع ولو بكلمة طيبة ويحفظ القرآن الأجر، فأنت وهو فيه سواء. قال إني جبت لنا الكلام اللي تقول لنا فيه، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من علم آية من كتاب الله علمه، سواء هو علمه وإلا أنفق لتعليمه وإلا شجعه حتى بالكلمة الطيبة. من علم آية من كتاب الله شو الجزاء؟ قال كان له ثوابها كلما تليت. كان له ثوابها كلما تليت. فأنت لما تشجع وإلا تقول له يلا ربي ما شاء الله اصطفاك ربي للقرآن وكذا، ففيه خير كثير. نسأل الله التوفيق للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.